صلي على سيدنا محمد في الملائكة أعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظر من دار أصل محمد يتيم قدا وجد الله متواصلا بسيد وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سيده محمودا وفي حبيبه محمودا وأن يكتب عمل العمل مقبولا فتعجب بتوجهات الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه العمل فتعود صابرا وعلى ذنب إساته تعقل قلبك شاهد في عوضة ظاهرة نتوجه إليك بالأشرف الوسائل نجعي سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العلم أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة متوجع أماناتك وخافي في سرك وخامل رجتاتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص في الشرف الآخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر واسق ذاتك بعبادك وساقك وشير شاتك لأهل ودادك سيد القرنين وأشرف الثقلين العبد المطلوب الخالص المعصوص منك بأجر الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولهذا تقدر به من أنباره. اللهم إنا نقدم إليك جلال النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم. انظر عظيمنا بحبتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأنقذتنا بجامع أقوالنا وتقربتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأقبلنا من شر القرب إليك وإلى هذا الحبيب ويتا آمنا وتتقبل منا ما تقربنا به من نيتنا وأعطانا وتجعلنا في محمد هذا الحبيب من الخادمين وبطرق اتباعه من السابقين ولحقك وحقه من المعدين ولعبدك من الخافضين. صلى الله عليه وسلم على هذا النبي المحبوب من أجل الزمن الأرواح المقبول